ولدى استضافته سابقا في استوديو مركز الأخبار، أكد سعادة المستشار مصعب عادل بصيبع مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث رئيس اللجنة القانونية للانتخابات التكميلية بهيئة التشريع والرأي القانوني، أكد على تسخير الإمكانات لتيسير العملية الانتخابية أمام الناخبين وفق أعلى درجات من الشفافية والنزاهة. جدا بسيطة ومتيسرة وسهلة، يعني مجرد حضور الناخب المقيد اسمه بجدول الناخبين في الدائرة الأولى محافظة المحرق شخصيا، ويحضر أو يجلب معه جواز سفره، وثيقة جواز السفر، بالإضافة إلى بطاقة الهوية. هني العبرة في التصويت هو جواز السفر، يعني الناخب لن يستطيع الإدلاء بصوته إذا ما كان بحوزته جواز السفر. وبطاقة الهوية هي مهمة لتسهيل الإجراءات. هني ممكن أنا يثير عندي تساؤل، أو ربما إذا كان الجواز السفر مو متواجد عند الناخب، سواء في الإدارة العامة الجنسية للتجديد أو سفارة من السفارات الإجراءات معينة، هني الإخوان حتى في وزارة الداخلية في الإدارة العامة للجنسية والجوازات بيكونوا متواجدين بكرة في المجمع الأمني في محافظة المحرق من الساعة 8 إلى الساعة 7:30. بالإمكان الناخب أنه يتوجه لهذه المجمع وبيعطى إفادة، ومن خلال هذه الإفادة بيقدر يتوجه إلى أي مقر من مقرات الانتخاب وبيصوت فيها، وبيكون معه ضروري تكون معه الهوية وبطاقة الهوية.